رحلة خاصة اليوم، ادعوا لنا نصيد سمك. أخونا باسل الحاج وأخونا شريف الزعبي غنيين عن التعريف. إيش حج باسل؟ السلام عليكم. تايتانيك؟ والله بجنن المنظر صراحة. بجنن المنظر. الله يقويك يا رب. الله يقويك. يسعده. باسل مستمتع بخليج العقبة لأول مرة، بيجي على بحرنا الحلو. الله يقويك. السلوم، وما أدراك ما السلوم. عم باسل شو رأيك؟ جميلة جدا. صلاة النبي. على 400 متر 450 متر ما شاء الله. سمكة الأعماق السلوم، مادة اللزجة اللي عليها لحمتها بيضة للألم. كويس. زاكية بالأكل. كويس. العقبة بيضة زي الماهي ماهي مثلا. نعم صحيح. البحر الأحمر الدكتور مروان باسل الحاج. نورت. شوفوا ايش لقيت في بطن السمكة هاي اللي صدناها اليوم، المسلماني كله على العكوز، كله عايش عكوز صغير. طلع مصغره سبحان الله جوا بطنها. كيف عكوز وبس البحر الأحمر. خليكم معانا اليوم، اليوم عاملة حفلة على غفلة. ضيفنا الكبير اليوم بده يذوق أكل كويس. ضيفنا العظيم انتو عارفينه، اللهم صل على سيدنا محمد، أخونا باسل الحاج. هنطبخ طبخة وحيذوقها وحيعطيكو رايه بالأكلة بالضبط. وحنطبخ طبخة عقباوية بالتعاون مع أخونا رمضان الفيومي، طبخة الكشنة بالسمك اللي صدناها قبل شوي، سمكة المسلماني بالكشنة. خليكو معانا على أحلى طبخ عقباوي. بس لك يعني اللحمة البيضاء مش تونة أكيد، بس الكثافة عالية. لا هي كثافة عالية ويا معزوم عنده. يعني وين بتنعزم أنت في الأردن على أكلة سمك؟ يعني هذا الإشي اللي ما بصير يعني كثير، ما بصير كلنا. إحنا مقصرين بحقك أصلاً. يا حبيبي يا حبيبي. شاكرين زيارتك الطيبة للعائلة. ما شاء الله عليك، واليوم تعلمنا كثير منك. والله تعلمنا كثير، مش بس في الصيد، حتى في هيك إدارة كثير أشياء وفي الطبخ. يلا انا كثير عندي فضول اجرب المزغره. مزغره سيدي، انا بطل اسمها الكشنه.